خليني نتكلم في اخر نقطه في الموضوع ده سهام، كمان الرقابه الاعلاميه. خلينا نتكلم بكل امل، هل يجرؤ مثلا صحفي في المانيا او صحفي في فرنسا او صحفي في ايطاليا ان يقول لك مثلا ده اليوفنتوس عنده مشكله كبيره جدا والاتحاد الاوروبي بيقول ان ممكن اليوفنتوس ما يلعبش في دوري الابطال؟ هل من المعقول ان ممكن خبر زي ده ينزل مثلا في الصحافه الايطاليه او الصحافه الالمانيه؟ هل من المعقول ان الاعلام يوصل لهذه الدرجه؟ مش كل الاعلام، بعض من الناس وبعض من المواقع للاسف حتى ما فيش الحساب او ان ما فيش جهه اعلاميه توقف الناس دي عندها حدها، لان زي ما انت بتقولي ده نوع من انواع انك خلاص انت 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 الغرض منه عمليه العصبيه وان احنا في ماتش مهم جدا لكن احنا عايزين نبعد عن القصه دي وبنحاول بقدر الامكان. يا جماعه الاجواء، يا جماعه اولا ده مكسب لمصر، يا جماعه خلينا نخش المباراه بهدوء فاحنا عايزين نخش بالموضوع بهدوء وخلينا نتكلم بكل امانه. احنا دايما بنقول السلبيات وبنطرحها مش عشان تنتشر لكن عشان نقول للناس لا خلي بالكم الموضوع، خلي الموضوع النادي الاهلي بعيد تماما ومجلس الاداره مستقر بشكل كبير، اللعيبه في تمرينها مركزين 100%، موسيماني مركز 100%، لا قدر الله والكلام ده يمكن قلته امبارح، لا قدر الله في اي اصابات انا متاكد اي 11 راجل نازل يوم الجمعه الملعب ان شاء الله يكسب، جاهز ان شاء الله يكسب بتوفيق ربنا وبقوه النادي الاهلي وروح النادي الاهلي. لو لعبنا بالناشئين او لا، احنا عندنا تاريخ يا جماعه، فرقتنا فرقه تقيله، لو العربي بدري نزل واثنين ثلاثه ناشئين هتلاقيهم مولعين في الملعب. احترامنا كلنا للنجوم، نتمنى كل فرقتنا تكون سليمه لكن ان شاء الله باذن الله لا خوف على النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. بس نقول للجماهير تخلي بالكم من هنا طبعا. وقبل كده انت بتتكلم على يعني الايام اللي فاتت، يعني حدث ولا حرج من الاشاعات اللي طلعت في الفتره اللي فاتت، فاحنا كل كلامنا النهارده ان احنا الجمهور هو اللي يحذر من هذه الاكاذيب اللي عماله بتنتشر الحقيقه، يعني مش بس بتتردد، لا بتنتشر وانتشارها سريع جدا للاسف. صحيح. هي الاشاعات اللي بتنتشر للاسف.